في القرية الحريم تزور القبور لزراعة على الأموات في المناسبات والأعياد، فهل هذا جائز؟ هذا محرم من جهتين. نعم. جهة الأولى أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المرأة ممنوعة وملعونة إذا زارت القبور بنص هذا الحديث. وزيارتها للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبير. والأمر الثاني قراءة القرآن للقبور، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تشرع لا للرجال ولا للنساء، لكن المشروع للأموات الدعاء لهم والاستغفار لهم تصدق عنهم وعمل القرب التي جاء الدليل بها. أما قراءة القرآن لهم ولو كان ما هو عند القبور ولو كان في بيت، هذا غير مشروع. وإذا كانت القراءة عند القبور فهذا أشد بدعة، لأن هذا شيء لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشروع عند زيارة القبور للرجال أن يدعو المسلم للميت ويستغفر له. نعم.